والبداية من بريطانيا التي تتهم إيران بتوجيه تهديدات بالقتل إلى صحفيين مقيمين في المملكة المتحدة وتستدعي السفير. واليوم استدعى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي القائم بالأعمال الإيراني لدى لندن مهدي حسيني بسبب ما قيل إنها تهديدات إيرانية للصحفيين في المملكة المتحدة. وقال كليفرلي في بيان للخارجية البريطانية إن بلاده ستواجه تهديدات الدول الأجنبية، قائلا إنه استدعى القائم بالأعمال الإيراني لتوضيح أن لندن لن تتسامح مع التهديدات والترهيب من أي نوع تجاه الصحفيين أو أي فرد يعيش في المملكة المتحدة بحسب البيان. وتصاعدت حدة التوتر بين طهران ولندن في الأيام الماضية على خلفية تقرير لقناة إيران انترناشونال والتي تتخذ من لندن مقرا لها، إذ قالت فيه إن عاملين في القناة تعرضوا لتهديدات من النظام الإيراني. وهدد وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب الثلاثاء الماضي بأن بريطانيا ستدفع ثمن إجراءاتها الرامية لزعزعة الأمن في إيران. وأعربت دول غربية عدة منها بريطانيا عن دعمها للاحتجاجات وفرضت عقوبات على إيران بسبب قمع هذه التحركات، في حين ردت طهران بالمثل وفرضت عقوبات على مسؤولين في هذه الدول. وفي أكتوبر الماضي فرضت بريطانيا عقوبات على 3 مسؤولين وشركة في إيران على خلفية ادعاءات تزعم تزويد إيران لروسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. إلى ذلك، خرج اليوم إيرانيون في جنوب شرقي البلاد المضطرب في احتجاجات على حملة قمع نفذتها قوات الأمن في 30 سبتمبر. Get up!